ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده مروان بابلو، اغنيه بواكز، اوكي، انتاج راشد. اغنيه دي هتبقى فجره فشخ. اغنيه دي قديمه 2018، ممكن تكون 2017، لان طبعا زي الناس لما قالت لي ان مروان بابلو كان مسح الاغاني القديمه، وتقريبا دي كان هو ساعتها اسمه داما تقريبا، صح؟ ما اعتقدش، صح؟ بس هو مكتوب مروان بابلو بواكز، ممكن صاحب القناه هو الكاتب اسم مروان بابلو، مش عارف. ابقوا عرفوني برضو في الكومنتات، اوكي؟ كالعادة يلا خلينا نخش على طول الاغنية. Let's go. الدخلة على طول كده، اوكي. دماغي ما فيهاش غير البواك، حوارات كتير بقت عداك، قطعت الفواتير عشان انا مخلص كل ديوني، ما تحاسبنيش طول ما ربنا. راشد بجد، راشد، عارف انت اللي هو، عارف انت اللي هو بتاع اللي هما اللي هو المشهور فشخ، مش فاكر اسمه بصراحه، اللي هو دي ميكا، او ده راشد، او ده راشد في الاغنيه دي، اوكي. سايبني اس كل ديوني، ما تحاسبنيش طول ما ربنا، سايبني اعيش مجنون، اصحى وفوق كلها بتركب انا بسوق. يا الاغنيه دي كنت خايف اسمعها، مش عارف ليه، كنت حاسس ان هي هتبقى عشان كتبت لي كتير، بس اغنيه انا عجباني يعني بالنسبه ل 2018 حلوه. ويجي ام بواكز، هتضيع لي وقتي يبقى فاكس، بالبشريه انا عمال اركب، اشوفها ما بعرفش ابقى اركز، انا بحب اعدائي عشان معايا مركزين، بس عليهم مش هرد. يا ابن اللعيبه، بحب اعدائي عشان معايا مركزين، يا ابن اللعيبه، انا بحب اعدائي عشان معايا مركزين، بس عليهم مش هرد. فين الانسب ماشيين؟ فين الانسب؟ فين الانسب ماشيين؟ يا هتقارن بمين؟ يا مفيش حد ريل، يا كلها بتشيل، يا كلها بتشيل، يا على وضعي من فتره. هو مروان بابلو بيغني، لان الاغنيه قبل كده فاكرين لما انا قلت ان هو معاه حد تاني، وانت قلت لي لا ده هو مروان بابلو. هو مروان بابلو بيعرف يغني؟ انا يعني دي تاني اغنيه انا حاسس ان هو حد معاه، بس انا برضه هتقولوا لي، انا عارف هتقولوا لي ان ما فيش حد معاه، حتى انا دلوقتي وقفت عشان ابص اشوف مكتوب حد تاني وانا ما خدتش بالي مثلا، فاهم؟ شيل يا على وضعي من فتره، زي رمسي الثاني معايا صاحبي في البيت، هاتي فردتك وتعالي، مش هستنى. هاتي فردتك وتعالي في البيت، هاتي فردتك وتعالي. اوكي، انا اعرف في فرده اللي هو تقريبا سلاح، اوكي، بيتسمى فرده، ممكن تقول على واحده او مثلا واحده وتكايا تقول عليها فرده، ده اللي اعرفه، اوكي. فهاتي فردتك معاكي تقريبا قصده على صاحبتها، ابقوا عرفوني برضو قصده ايه. نوع هاتي فردتك معاكي، صاحبي في البيت هاتي فرد، صاحبي في البيت هاتي فرد، يبقى صح، هاتي صاحبتك معاكي اللي هو بمعناها كده، اوكي. معايا صاحبي في البيت هاتي فردتك وتعال، مش هستناك، دماغي ما فيهاش غير البواكي، حوارات كتير بقت عداك، قطعت الفواتير عشان انا مخلص كل ديوني، مخلص كل ديوني، بشغلش بالي خالص بس غير باللي حبوني، دول بس اللي هموني ديوني، بشغلش بالي خالص بس غير باللي حبوني، دول بس ايه اللي حبوني، مخلص كل ديوني، بشغلش بالي خالص بس غير باللي حبوني، بس يا ريت اللي حبوني. انا مش عارف هو بيقول حاجه اللي حبوني، خلص كل ديوني، بشغلش بالي خالص، ما بشغلش بالي خالص، بس يا ريت اللي بيحبوني ممكن حبوني، خلص كل ديوني، بشغلش بالي خالص، بس غير باللي حبوني، يا ريت اللي حبوني، دول بس اللي هموني، دول بس اللي هموني، حاجه فيها بشغلش بالي خالص بس غير باللي حبوني، دول بس اللي هموني، والاكل عيونك، انا هسيب لك النمره جاستن كيس لو كان بيخونك، جاستن كيس لو كان بيخونك.
طب هي صاحبتك انت ولا هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. والاكل عيونك انا هسيب لك النمره جاستن كيس لو كان بيخونك. ايه بيجي ام بواكز هسيب لك النمره جاستن كيس لو هو مش فاهم الحته دي مش فاهم. خونك والاكل عيونك بس غب اللي حبوني دول بس اللي هموني. والاكل عيونك انا هسيب لك النمره جاستن كيس لو كان بيخونك. ايه بيجي ام بواكز بيجي ام بواكز بيجي ام بواكز بيجي ام بواكز. اوكي انا في اخر حته دي مش فاهم هو المفروض صاحبته ولا صاحبت ولا هو بيكلم على الفرده اللي هي جابتها. كالعاده ايرور كالعاده. بس انا عجباني البيت عجبني وطريقه مروان بابلو عجباني. اوكي عجبني الطريقه. انا معاني كنت خايف من اغنيه بواكز دي عشان كنت مفكر ان هو بطريقه داما وطريقه داما انا مش بحبها قوي فاهم يعني. سبحان الله جوكر احمد جوكر انا بحبه في الاولد سكول اكتر من نيو سكول. مروان بابلو ما بحبوش وهو داما لان سمعت له اغنيه تقريبا او اغنيتين وهو داما. بس مروان بابلو دلوقتي احسن بكتير من داما فاهم. في اختلاف يعني ك ك ك حاسس ان هو بقى عنده خبره اكتر فاهم وطريقته بقت احلى فاهم. مع ان في اغنيه سمعتها له برضو جديده كان حتى سيف سامي اسمه سيف سامي من ضمن الناس اللي هي بتحب مروان بابلو قال لي ان هو فعلا استخدم طريقه داما في اغنيه جديده. اوكي مش فاكر كان انهي اغنيه بالظبط لان قلت انا الطريقه دي سمعتها قبل كده لمروان بابلو فاهم. فدي كذا طريقه برضو. اوكي ما علينا كده. ده كان رياكت. يا رب يكون رياكت عجبكم. انا اغنيه عجباني حلوه. اوكي وان شاء الله هعمل حاجه لداما مع اني ما بحبش طريقه داما بس هعمل له. اوكي لاني مطلوب مني برضو اغني لداما. ممكن يبقى في اغنيه تعجبني لداما جايز ما اعرفش. جايز يكون في حاجه افجر من ما هو مروان بابلو ما اعرفش جايز. اوكي وتبقى اندر ريتد مثلا الاغنيه ممكن مين عارف. ما علينا كده كان رياكت. يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اقول لكم يلا تشوس.